صباح الفل يا رجاله. بص هنخش نودي الكلام في ده كده ونفتح باكيجات، ويعني بص معلش معلش كده انا مولع الحكه معاكم، يعني احنا هنفتح باكيجات اف سي، انا مولع الحكه معاكم كده وبنزل لكم فيديوهين في اليوم، مش فيديو على اللعبه دي وفيديو عن اللعبه دي وريلز وحوارات وقصص. معلش معلش، اللي مش عامل لايك كده يعمل لايك، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك، عشان عايزين ايه نعدي كده حاجه زي 5000 مشترك. يعني يا رجاله عيب، والله والله عيب يا رجاله، انا بقالي فتره هنا ومستمر علشانكم. تعالوا بس اوريكم التشكيله بتاعتي، اوريكم اخر التطورات بتاعتها. شايفين انا قعدت العب فتره كبيره قوي علشان خاطر اجمع كميه الجوهر اللي انتم شايفينها دي، وتعلمت حوار التدريب ازاي ادرب اللاعب. يعني اللاعب هنا بيتدرب بشكل مختلف خالص يا جدعان، اللاعب يعني بيتدرب كده بطريقه مختلفه، انا هبنزل لكم فيديو عنها. بس ما علينا، احنا عايزين نودي الكلام في ده النهارده ونفتح باكيجات ونولع الحكه كده ونشوف الستور والماركت، ويا رب يطلع لي كده كذا لاعب حلو ان شاء الله. يعني يطلع لي كذا لاعب حلو. بص انا قعدت العب كتير قوي، انت ما تلعبش رانك، فكك من رانك، العب البتاعه دي. البتاعه دي هي بتديك جواهر، الجواهر تقدر تجيب بيها ايه، تقدر تجيب بيها باكيجات. بص انا جمعت 48000 جوهره و7300 فيفا بوينت، فاحنا هفتح واحد ب 3000 فيفا بوينت كده نسخن بيه في الاول كده، بحظ الرجاله اللي داخله جديد كده القناه كده جديد، وتولع الحكه معانا كده ونظبط الحكه، نظبط الحكه عشان انا والله العظيم مولع الحكه معاكم. تمام، فنخش نرزع ونشوف الدنيا، ورب نظبط التشكيله اكتر واكتر، وهنزل لكم جيم بلاي من اللعبه. يلا نفتح اول واحد 300000 كوين. اوبا ايوه كده، ايوه والله العظيم عايز حارس، والله العظيم وبحلف، والله العظيم عايز حارس، هروح احطه في التشكيل. انا عايز حارس، انا عايز حارس والله، انا عايز حارس. كويس قوي ديناروما، التطوير هنا يا جدعان مختلف قوي يا جدعان. يعني انت اساسا عشان تطور، عشان تطور ديناروما محتاج ديناروما زيه عشان يعلى من 88 ل 89. يعني ده باختصار التطوير بس اللي انا قلته، ده الرانك، انما اساسا تطوره بلعيبه عاديه ده يعني ده حوار تاني، حوار تاني وقصه تانيه. بس والله العظيم كنت عايز روما، وزدنا 2 اوفر لما زدنا روما، فاضل لنا 2 سي امات يعني، والاثنين الاظهره. انا فاضل لي التشكيله كلها تقريبا، بس انا جبت هالاند يا جدعان، قعدت العب بحد واخد باله من هالاند، جايب هالاند يا جدعان من اولها كده، باكيجيه لذيذه والله ورايقه حلو. طيب نفتح ايه تاني؟ طب استنى ماشي، تعالوا نفتح الباكيجيه من دي. بفتح ليه الباكيجيه من دي؟ الباكيجيه من دي احلى من الباكيجيه التانيه، عشان خاطر بحس الباكيجيه دي اصلا يعني فاهم بتديك على الاقل خالص 150000 توكن تقدر تشتري بيهم لعيبه. بص بص بص، بيجي هيجي لي خرا، هنفتح هيجي لي خرا، انا عارف. بص بص بيجي لي خرا، بس كويس ان هو بيديك ايه 150000 بتاع ده. طب عايز ابيع الحارس، عايز ابيع الحارس، فين الماي بلاي ليست، فين الحارس؟ ايوه سل، يا رب يكون بيتباع. ايوه الحمد لله بيتباع ومطلوب كمان. خلاص نبيعه، نبيعه عشان نخلي العيال ايه اللي عايز يشتري يشتري، عشان نظبط الناس. يلا نفتح تاني، نفتح تاني في الستور. مش عارف الفرق بين الالفين ونص والبتاع دي، الالفين ونص ما مش عارف، مش مرتاح مش مرتاح. خلونا نفتح دي، يلا واحد تاني 150000. طب اديني ايه يا اخي، اديني اي لاعب حلو، وانا هفضل اخد لعيبة معفنة كده. بس يعني اول 150000 دي يعني اللي بناخدها دي نطور بيها التشكيل. جالي واحد من باريس سان جيرمان، بس ايه برضه سيلفر، جالي واحد من باريس سان جيرمان بس سيلفر، انا هفضل لفت. طب ماشي تعالوا نجرب نفتح من نجرب نفتح اتنين من ده يعني ب 5000. لو جالي لاعب حلو اكمل، ما جاليش واحد تاني، ما جاليش برضو، ده بالعكس ده بيجيلي ارقام اساسا قليله قوي. خلاص نكمل فتح في ده. نكونكو، نكونكو حلو يا جدعان والله، بيتباع بيتباع، تعالوا نبيعه. يعني جالي نكونكو اول لاعب كويس، والواد التاني اتباع، تعالوا نبيع نكونكو عشان نشوف احنا جمعنا كام مليون. فين نكونكو؟ ونطور التشكيله سوا. ومش عارف هل وقت الفيديو يسمح لنا ان احنا نلعب جيم بلاي ولا لا، بس انا هنزل لكم جيمات بلاي كتير. يعني سيل يا عم سيل سيل سيل، بيع 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 بيع، عايزين نطور التشكيله كده، اللي هي التشكيله ايه، التشكيله دي كده كده هتتصفر اصلا، يعني كل اللي بنعمله ده ملوش لازمه، بس اللي هو ايه بنجرب يعني عشان نظبط التشكيله عشان نتعلم اللعب. يلا نفتح مثلا، نفضل نفتح هنا 150000، انا الفلوس بتاعتي اكيد زادت لرقم محترم، يا رب نظبط الدنيا كده بشكل حلو. ماشي، وعايز عايز ماشي، مفيش، عايزين نشتري سي امات حلو، ولا اي لاعب حلو راضي يجي، انا عمال بفتح على طول عشان ايه نظبط الحكايه كده. طب انا جمعت قد ايه فلوس، جمعت كد فلوس 3,800,000، اوف رقم كبير ده على فكره والله، والله رقم كبير. وبصوا كمان لما اخد دول 4,000,000 يا جدعان، ده اغلى لاعب في اللعبه. بصوا
اغلى لاعب في اللعبه بخمسة مليون. انا ممكن اشتري دي بروين اصلا، ممكن اشتري دي بروين عشان انا اساسا عايز خط نص. ممكن ابيع دناروما واشتري كورتوا عشان كورتوا احلى، كورتوا احلى من دناروما. بس وريني كده هو دناروما اللي معايا ده يتباع، دناروما اللي معانا ده يتباع. لو دناروما اللي معانا يتباع نبيعه. سوايب كورتوا، اصل انتوا ما تعرفوش يا جدعان عامل ازاي كورتوا ده، رعب اقسم بالله كورتوا ده رعب. يا رب دناروما يكون بيتباع يا رجاله يا رب، عشان انا كده كده جايبه من باكج اساسا غالي، والباكج الغالي ده حالا نفتحه تاني اساسا مع بعض. نبيع ام دناروما، فين دناروما؟ انا عايز ابيع دناروما سيل. هو بمليون يعني انا هدفع فرق مليون؟ يا نهار السويد، بص الطلب عليه عامل ازاي. لا خلاص خلاص، طالما هو الموضوع وصل للمرحله دي يبقى خلينا في دناروما عشان خاطر ايه نطور مركز تاني احسن. ممكن نجيب اسمه ايه ده، نجيب كان اسمه ايه دي بروين ولا حد من خط النص الشداد، ممكن يطلع لنا يعني، ممكن يطلع لنا. تعالوا نكمل، بس نكمل تفتيح يا رب. مفيش لاعب ملوش لازمه، لاعب برضو ملوش لازمه، لاعب ملوش لازمه، لاعب اكيد يا رب يبقى ليه لازمه، ملوش 60 لازمه بس يعني حلو التوكن. او مراتا، مراتا 82 جاليا جالنا، بس انا فتحت على طول كده. تعالوا نروح نبيعه. مراتا 82 على ما اظن، ان مراتا 82 يعني في 47000، 47000 توكن دول يعني ماشي. لا مش كويك سيل يا اسطى، كنت هبيع كويك سيل يا جدعان والله، كنا هنتفشخ دلوقتي في سعر. طب انا معايا دلوقتي يعني سن بمليون وي، ومش عارف معايا لعيبه يعني، معايا لعيبه حاسس يعني ان هم يجي. طب استنى نبيع التاني ده، باع يا اسطى، سيل يا اسطى، سيل يا اسطى، اتباع انت التاني عشان انا مش عايزكو، وانت برضو اتباع انت ب25000 يعني اتباع اتباع. الناس عايز تشتريهم ليه مش عارف والله، بس خوف بقى ايه يكونوا هيستخدموهم في التطوير ولا حاجة. بس بيع بيع بيع، نستفيد بالفلوس بتاعتهم احسن، الارقام دي كتير ونستفيد بيها. وبصوا انا جمعت قد ايه، جمعت 5 مليون يا جدعان، 5 مليون، 5 مليون. طيب عايزين نكمل الفتح، عايزين نكمل فتح ويا رب ايه. اوه دياز، دياز ال دبليو دياز 84. سن احسن منه اللي معايا تقريبا، سن اللي معايا 88 تقريبا صح، وسن افضل من دياز اصلا بشكل عام. بس انا اساسا دياز هبيعه، مع اني كان نفسي في جناح تبديلات ينزل يخلص الدنيا، بس نبيعه عشان نستفيد بالفلوس زي ما احنا قلنا، عايزين نجمع اكبر قدر من الفلوس عشان كده كده اساسا اللعبه دي هتخلص. فانا ايه عايز اظبط تشكيله محترمه صح. لا استنى استنى، طالما هو مفيش غيره يبقى نبيعه بأعلى سعر، نبيعه بأعلى سعر ماشي. نكمل فتح باكجات يا رب يا رب. لاعب تاني يا رب يا رب، لاعب تاني. اوه نكونكو تاني، نكونكو تاني، نودي الكلام في يا جدعان. خلاص يا جدعان احنا خلاص عملنا كمية ملايين، وهنشتري مع بعض. انا مش هقفل غير لما اشتري، بنشتري سوا تلوش يعني، ما تلوش من حاجة، هنشتري سوا ونطور التشكيلة سوا. ممكن الجيم بلاي مش النهاردة او مش الفيديو ده، نعمل فيديو تاني كده جيم بلاي لوحده كده بعد ما نطور اللعيبة. نكونكم احنا كنا لسه حاطينه اساسا ماشي. طب يلا نرجع للستور، نرجع للستور ويلا بينا، يلا بينا يا رب يجي لنا لاعب حلو تاني يا رب. عايزين لاعب اصفر يا رجاله، لاعب اصفر. ايوه اديني لاعب اصفر اهو، تانية وخمسين نفتح نخلص. اوه خلاص قفلت دي، دي قفلت الليمت بتاعها 30 باكجاي. تعال نفتح اللي بألفين ونص، نفتح بتاع 4 باكجات. مجالناش حد، مجالناش حد برضو. يا رب حد حلو يا رب، حد حلو يا رب في اخر باكج. لا يا عم مش امبابي، يا رب يجي لنا اي حد حلو. ما فيش حد جالنا حلو، بس يعني كويس ان احنا جالنا فلوس حلوه. وحالا نفتح اخر باكج، بس بعد ما ايه، بعد ما نبيع اللعيبه. دياز اتباع يا جدعان، دياز اتباع. استنوا فين ماي بلايرز، كان انا عندي حد 82 جي. ايوه سيل، معلش يا اخويا روح انت اخويا طريق السلامه، طريق السلامه. عايزين نشتري سي ام حلو مكان الواد ده، عايزين نشتري سي ام حلو. بس نفتح الباكج الاخير، الباكج الاخير ده هو بيقولوا عليه باكج مضمون، يعني باكج مضمون هيكون حلو.
اللي هو بالاف سي بوينت ده اللي هو ب 3000، وفي 300000 كوين، والباكج يا اما من 85 يا من 91. يا رب يجي لنا خط نص حلو، يا رب يجي لي بلينجهام او اي خط نص حلو يا رب. 300000 كوين مين بقى؟ مين؟ اليسون. اليسون يا جدعان، يا رب يكون بيتباع اليسون بمليون، يا رب يكون بيتباع، مع ان هو احسن من دناروما، بس الفكره كلها ان دناروما ما بيتباعش، فدي مشكله يعني بصراحه. طب فينك يا اليسون؟ فينك يا اليسون يا اخويا؟ فينك يا اليسون يا اخويا؟ اليسون 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 سيل. اليسون بيتباع رجاله الحمد لله. سيل. طيب احنا دلوقتي نلم كبشة الكوين دي. انا معايا 8 مليون بجد والله، انا معايا 8 مليون. فانا ممكن مثلا تعالوا نبص على الرانك 2 دي، نشوف مين اللعيبه الرانك 2. اسعارهم غاليه قوي يا جدعان، اسعارهم غاليه قوي وهم رانك 2. في فالفيردي ممكن نشتريه بالرانك بتاعه، يعني ده يعتبر 2 فالفيردي. في مودريتش مش عارف والله. طيب ده الرانك 2 يا جدعان، ده الرانك 2. تعالوا بص بص الرانك 3، الرانك 3 بص هتلاقي اللعيبه بس على اغلى بقى. في بص ب 9 مليون وب 8 مليون وبارقام كبيره قوي. تمام، ممكن نشتري سون، ممكن نشتري سون ال 90. لا حاسه مش هيجي، مش عارف ليه حاسه مش هيجي. شايفين هالاند ب 9 مليون يا جدعان، هالاند ب 9 مليون، ب 10 مليون كمان. انا عايز خط نص حلو. طب ثواني كده معلش، ماي بلايرز، انا معايا سن بتتباع، سن بيتباع ده، فممكن احنا نبيع سن ده. يعني استنى انا كده كده مش هلعب دلوقتي، فممكن ابيع سن ده واطلب سن اللي هو الرانك 3. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ يعني مثلا نعمل سوايب، عشان كده كده المركز ده انا بحبه اساسا. نعمل سوايب ونبيع سن اللي معانا ده، ونشتري سن رانك 3 اللي هو متطور والاوفر بتاعه اعلى من كده. فاهمين يا رجاله؟ هتفهموا دلوقتي. ادينا هبيع سن. سيل يا اسطى، ماشي سيل، مليون و200. وبعد كده ايه؟ نعمل بحث الرانك 3 زي ما هي متعمله كده الزرقاء. كان في سن، كان في سن ال 90 رانك 3 ب 3 مليون، نطلب واحد 3 مليون و400. هو رقم كبير قوي بس قشطه يعني، بمعنى 5 مليون. 5 مليون دي بقى ايه؟ انا عايز ابحث عن مركز سي ام البوزيشن، عايز مركز سي ام، وعايزه برضو يكون متطور. احنا نشتري مين؟ ما هو بصوا انا الواد بلينجو ده عيني عليه، فممكن نطلب بلينجهام ب 3 مليون، 3 مليون و400. هيتبقى لنا 2 مليون. احنا عايزين مركز تاني، مركز تاني نخليه برضو ايه؟ بوجبا. ايه رايكم في بوجبا؟ مش عارف ايه رايكم في بوجبا. ناخد بوجبا، ناخد بوجبا، ولا تعالوا نبص على، تعالوا نبص على التشكيله كده. ممكن نجيب ار بي مكان الواد المعفن ده، عشان عايز اجيب ار بي، حتى ان شاء الله ار بي عادي يعني. نجيب المركز ار بي، البوزيشن، البوزيشن خليه ار بي. ومثلا سيرش في ده ب 3 مليون، وفي حكيمي بمليون وي، ورانك 3 برضو. خلاص هات حكيمي، حكيمي حلو، هات حكيمي، اطلب حكيمي. طيب كده اتبقى معانا مليون، المليون دي نغير البوزيشن، نجيب سي ام تاني مكان الواد اللي معانا. سي ام تاني معانا مليون. خلاص خلينا في بوجبا ولا تياجو. خلينا في تياجو، بس تياجو بيبي، تياجو مش احسن حاجة والله، بس السكيل بوينت بتاعه حلو قوي. خلاص هات تياجو يا عم، هات، معيش مليون و200. خلاص خلينا مليون و800 زي الواد ده برضو، معيش. مليون 130، يا رب يجي. طلبنا كده شوية لعيبة طرش، وكلهم رانك 3 يا رجالة، يعني بلينجهام وحكيمي وتياجو وسن. سن بقى ايه؟ نظبط الدنيا كده، واول لما يتجابوا بإذن الله هصور لكم فيديو بقى ايه واحنا بنبدل وبنظبط الدنيا. بصوا هالاند،
انا معايا هالاند طورته 5، بس انا كده كده مش هعرف اعمله رانك اب لان انا معيش هالاند تاني، لازم يبقى فيه هالاند تاني عشان يتطور ل90. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ طبعا هو غالي. خلاص هقفل الفيديو ده على كده عشان طول قوي، ونتقابل تاني اول لما الدنيا تتظبط. السلام عليكم يا رجاله.